شاب جميل قدام قلعة قايتباي. اسمك ايه؟ اسمي احمد صابر. يا عم احمد، ايه الجمال ده وبتعمل ايه و... لا دي حاجه بتاعتك. وبتبيع ايه؟ ببيع ايس كريم، عندي مانجا وحليب وشوكولاته طبيعي كله. انا لفت انتباهي بس مجانا لغير القادرين، ده مجرد كلام ولا ومجانا كمان لذوي الاحتياجات؟ ده مجرد كلام ولا انت بتعمله كده فعلا؟ ده فعلا. ولو بتسال برضه، لو تخش ضباط القلعه والدنيا كلها عارفه لو رحلات، بس رحلات يعني تبقى ال 40 واحد وال 50 واحد اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه بالاخص. لكن غير القادرين دي انا لسه عاملها لهم جديد، اول سيف السيف ده. حد جه قال لك انا مش قادر و ياما والله. هو اللي بيجي بيسال بيعرف السعر وبياخد بعضه ويمشي، انا بديله بديله. والله. يعني والله اللي بيسال، انت لو جيت سالته بكام وقلت لك فيه بخمسه وبعشره وبخمستاشر ومشيت لا بندلك وبعبيلك. ربنا يخليك يا احمد صابر، شاب جميل وربنا يكتر من امثالك. دي شغلانتك من امتى يا احمد؟ لا دي من وانا عيل. والله انت كملت تعليمك لغايه ايه؟ لا ما كملتش تعليمي. كان الوالد بيشتغل حاجه زي كده؟ لا والدي كان شغال في المعمار. انت جات لك الفكره دي ازاي انك انت تعمل ايس كريم؟ والله هي كان اشتغلت مع واحد صاحبي، بعد كده عرفتها وابتديت انا اعمل فيها. شاب جميل وانا فخور بيك. بس هدوها لك برضه طبعا. ربنا يخليك. لا بس انا هدفع. شاب جميل من قدام قلعه قايتباي. وماشية الدنيا. لا فطرنا الحمد لله. حليب بالكريمة ده حليب بالكريمة. انت بتعمل تيست لحد عايز يدوق مثلا؟ لا دي الدنيا كلها قبل ما بعدين. والله كمان عشان واثق من حاجتي ايه. والله شغل نظيف وحاجة نظيفة ما شاء الله. بتجهز الحاجات دي في البيت ولا لا بتجيبها جاهزة؟ انا بعملها بايدي. انت بتعملها بايدك؟ تسلم ايه بدك يا احمد، وبالتوفيق يا رب دايما يا حبيبي. ربنا يخليك. انا عايزك تدوق. ماشي ماشي ماشي.